السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة حرائق التعليمية. النهاردة موعدنا مع مراجعة ليلة الامتحان في مادة الهالو، وإن شاء الله نكون موفقين فيها. نبدأ المراجعة بتاعتنا بسؤال بيتكلم على complete the following dialogue. Angie is asking علا about her baby cousin Lena. فهنا محادثة بين إنجي وبين علا، لازم نقرأ المحادثة زي ما احنا متعودين علشان خاطر نعرف الإجابات المناسبة. هنا إنجي بتقول Hello علا، What are you doing today؟ أنت بتعملي إيه النهاردة؟ علا بترد عليها هاي إنجي، وبعدين إجابة إنجي بتسألها سؤال، فعلا ردت I can understand what she wants from her facial expression. أنا أدرى أو أستطيع أن أفهم هي عايزة إيه من خلال تعبيرات وشها. إنجي Do you know if she is happy or sad؟ هل أنت تعلمي هل هي حزينة أو سعيدة؟ فعلا بترد عليها، وبعدين إنجي بتسألها سؤال تاني في الآخر، بتقول لها Her tooth سنتها is hurting، بتؤلمها. I can see from her body language، شايفة ده من خلال لغة الجسد بتاعتها. Let's try to make her laugh، يلا نحاول نخليها تضحك. طبعا زي ما المستر ما قال لك كده، احنا لازم نقرا الدايلوج من اول لاخره عشان نفهم هو بيتكلم عن ايه. فاول حاجه بيقول لي وات ار يو دوينج توداي، طبعا من خلال الدايلوج اللي احنا قريناه مع بعض من شويه هفهم ان علا بتعتني ببنتها، فهتقول لها طبعا اي ام تيكينج كير اوف ماي بيبي كازن، او بعتني ببنت عمي. بعد كده بتسالها سؤال، بتقول لها اي كان اندرستاند وات شي وونتس فروم هير فيشال اكسبريشنز، بقدر افهمها عن هي عايزه ايه عن طريق ملامح وشها. يبقى كده تقول لها بتفهميها ازاي، يبقى هتقول لها How can you understand her؟ Do you know if she is happy or sad؟ يعني هل انت تعلمي هي فرحانه ولا زعلانه؟ قالت لها ايوه يس اي دو، ممكن انا طبعا اجاوب بشور او باي اجابه ثانيه مناسبه. بعد كده بتسالها سؤال، قالت لها Her tooth is hurting، I can see from her body language، سنتها بتوجعها او بتألمها، واقدر اشوف ده وافهم دوت من خلال لغه الجسد. واكيد هتقول لها How does she feel now؟ حاسه بايه دلوقتي؟ Let's try to make her love، يلا بينا نجعلها تضحك. Good idea، او Let's go، هيا بنا كذلك. نروح على السؤال الثاني، سؤال تشوز. اول سؤال بيقول لي space means websites and apps that allow people to talk to each other، واعطيني الاختيارات، بيقول لي information addiction ولا social media ولا technology. طبعا الاجابه هتبقى social media، هي المواقع والتطبيقات اللي بتخلينا نتواصل مع بعض. السؤال الثاني، She handed me one space so I can listen to. وعطيني في الاختيارات هليكوبتر، موتوربايك، هيدفون، اب. طبعا I can listen to اقدر اسمع ايضا، يبقى هي اكيد اعطتني هيدفون. نمبر 3 بيقول لي in your opinion، في رايك what is the most space the mobile phone or the plane، يعني ايه هو او ما افضل ايه، الموبايل ولا الطياره؟ طبعا واضح ان هو بيتكلمنا على اختراعات، فبيقول لي الاختيارات بتاعتي invention، invitation، translation ولا prediction. طبعا هو الاجابه الصح هتبقى اختراع، بس نخلي بالنا من الفرق ما بين invention و invitation. طبعا invention هتبقى الاجابه الصحيحه اللي هي اختراع، ولكن invitation دي معناها دعوه. eating sweets is bad space you، طبعا احنا عارفين bad at معناها سيء، في باد ويز سيء في التعامل مع حد معين، انما باد فور هي اللي معناها مضر لي، وهي دي الاجابه الصحيحه. eating sweets is bad for you، يعني دوت مضر ليك. نمبر 5 بيقول لي it's health to eat space products، من الصحي ان تاكل سبيس او نقط منتجات عامله ازاي. وعندي اربع اختيارات، اول اختيار بيقول لي diary اللي هي المفكره، وفي diary اللي هي الالبان، و ديلي اللي هي يومي، وفات دي معناها دهون. طبعا خلي بالك ان الاختيارات قريبه شويه من بعض، بس لما انا اقرا الجمله كويس بيقول لي اتس هيلثي تو ايت سبيس برودكتس، من الصحي ان تاكل، المفروض نقول منتجات الالبان. طبعا منتجات الالبان السنه الثانيه هي ديري برودكتس، اللي هي الاختيار رقم بي، عشان الاختيار الاول دايري ده مفكره او يوميه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي having something that makes you ill when you touch or eat. It means you are space to eat. لما في حاجة بتلمسها أو لما بتاكلها بتسبب لك بتخليك مريض، فدي طبعا يبقى أنت أكيد عندك حساسية للحاجة دي. فالاختيارات عندي allergic، وعندي athletic، وعندي horrible، وعندي special، أكيد allergic to، يعني عندي حساسية للحاجة ديت.
نمبر 7 بيقول لي ماي هوبي از سبيس سينري، هوايتي تكون ايه؟ سينري، سينري اللي هي خلفيه المسرح او ممكن اقول عليها المنظر الطبيعي، وعندي الاختيارات سيفنج، ريدنج، بينتنج ولا بلاينج. طبعا كنا واخدين الدرس اللي هو بتاع الانشطه، من ضمن الانشطه اللي انا كنت بقدر او بحب اعملها بينتنج سينري، يعني رسم وتلوين المناظر الطبيعيه او خلفيه المسرح. She is able to space costumes do ولا سو ولا سي ولا سي. طبعا سو اللي هي معناها يخيط، وكاستمز هنا معناها الازياء. I asked my brother to note me as musical instrument. انا طلبت من اخويا ان هو يعمل معايا ايه؟ بآله موسيقيه. طبعا عندي كلمه اسمها recommend، وعندي كلمه اسمها advice، وعندي كلمه اسمها do، وكمان كلمه اسمها so. طيب انا طلبت من اخويا ان هو يرشح لي او يوصيني بآله موسيقيه اعزف عليها. طبعا يبقى الاجابه الصح recommend اللي هي معناها يوصي او يرشح، او ممكن اقول عليها يقترح. I am interested in bass playing instrument. فهنا عايز افكر هي interested بيجي وراها حرف جر ايه؟ on ولا with ولا about ولا in؟ بس انا عارف طبعا ان interested بيجي بعدها in. interested in مهتم بيه. Shoes, bags and belts are often made of. بيقول لي الاحذية والشنط والحزام، الحزام دايما بيكون مصنوعة من. عندي اختيارات wool و leather و metal وكوتون. طبعا الاجابه الصح هتبقى وول، اللي هو الاجابه الصح هتبقى الليزر اللي هو الجلد. طبعا وول ده الصوف، الاحذيه والشنط والحزام هو اللي بيتصنع من الجلد، يبقى الليزر هو الاجابه الصحيحه. سؤال بعد كده to space means to put equipment somewhere so it's ready to be used. install ولا fall ولا reuse ولا reduce. طبعا كلمه install معناها يثبت او بيشغل الابليكيشن او الجهاز دوت، زي مثلا لو انا عايز اثبت مروحه او اثبت غساله على الحيطه، فدي كده برضو اسمها انستول. The word land is the opposite of the word space. بيقول لي كلمه land اللي معناها يسلف is the opposite of the word، او عكس كلمه اسمها ايه؟ decay ولا install ولا fix ولا bore. طبعا عارفين ان كلمه land بتساوي معناها يسلف، عكسها يستعير او يستلف. طبعا الاجابه الصحيحه هتبقى كلمه اسمها بورو، يعني يستلف. Space are used to produce electricity. Produce هنا معناها ننتج او ينتج. ينتج الالكتريستي الكهرباء. ايه الحاجه اللي بتستخدم في انتاج الكهرباء؟ احنا عندنا حاجتين في المنهج بتاعنا، السولار بينلز والويند توربينز. هنا جايب لي في الاختيارات فعلا سولار بينلز، وجايب لي كمان كورال ريف، موبايل فونز، وكلايمت تشينج. يبقى هي السولار بينلز الاجابه الصحيحه. If you don't understand the lesson، لو انت ما فهمتش الدرس، you should ask your teacher to space it again. وعندي اربع اختيارات، بقول لي explain يفسر او يشرح، study يذاكر، believe يعتقد او يصدق، recycle يعيد التدوير. الجملة بيقول لي if you don't understand the lesson، لما فهمت الدرس، you should ask your teacher to not eat again، تطلب من مدرسك ان هو يعمل ايه تاني. طبعا الاجابة الصح هتبقى explain، يعني يشرح او يفسر. One of the mobiles is base is to use it everywhere. يعني هو عايز يقول لي واحدة من مميزات التليفون اللي احنا ممكن نستخدمه في اي مكان. Dialects, experts, voices, advantage. طبعا advantage معناها ميزة، وهي دي هتكون الإجابة الصحيحة. Do you agree space him or not؟ عندي كلمة اسمها agree معناها يتفق، وجايب وعايز اسأل على البروبوزيشنز أو حروف الجر بتيجي بعديها، وجايب لي at, for, with, about. طبعا do you agree with هي الإجابة الصح، agree with يعني يتفق مع شخص، أو disagree لا يتفق مع شخص، والاثنين سواء agree أو disagree يجي مع حرف الجر with. Where did you space when you were young؟ كده كده احنا عارفين ان did بيجي وراها الverb infinitive، وهنلاقي هنا الاختيارات كلها used to play، اكيد دي مش هتبقى الاجابه الصحيحه، ولا used to playing اجابه برضو مش صح، لكن used to play اللي هو الاختيار الثالث هو ده اللي هيكون الاجابه الصحيحه، لان did بيجي وراها الverb في المصدر، وكمان used to بيجي وراها برضو الفعل في المصدر، عشان كده ما اخترناش used to playing. Water always space at 100 degrees. المية دائما او معتادة انها تعمل ايه في درجة حرارة 100. وعندي اختيارات is boiling و boils و boiled و was boiling. طبعا الجملة قدام حضرتك دي عبارة عن fact حقيقة،
وكمان عندي كلمة اسمها always اللي هي معناها دائما، فهروح اكيد على present simple المضارع البسيط مع كلمة water اللي هي singular noun، فهختار الفعل اللي اخره حرف الاس، تبقى الاجابة الصح boils. السؤال بعد كده what space now are you doing ولا you are doing ولا will you do ولا do you do. دايما في السؤال او في اي جملة انا بحلها بيكون في كلمة بتعرفني انا عايز اختار ايه. الكلمة دي هي كلمة now اللي هي معناها الان، وده refers to present continuous، يعني ده بيدل على زمن المضارع المستمر اللي بيتكون من am و is و are و verb plus ing. يعني هنا هختار what are you doing. When I found my mother she spaced lunch. وعندي اربع اختيارات، والجملة بيقول لي عندما او لما اتصلت بوالدتي she ايه الغداء، وعندي cooked و cooks و is cooking و was cooking. طبعا عندي الكلمة اللي هتخليني اعرف احل الجملة اللي هي كلمة اسمها وين. وين زي ما احنا عارفين من اليونت او من الترم الاولاني كمان او من يونت 12 في الترم الثاني، ان وين بيجي بعديها باست سيمبل والجملة الثانية بتكون باست كونتينوس او ماضي مستمر، فده هيخليني اروح للاختيار الاخير اللي هو was cooking عشان هو ده الماضي المستمر. Where space you spend last weekend. Last weekend ده انا كده عرفت هنا اللي احنا في زمن الباست سيمبل، زمن الماضي البسيط. فطبعا زمن الماضي البسيط الهيلبنج فيرب بتاعي هيكون ديد، وهتكون دي هي الاجابه الصحيحه. Where did you spend your last weekend. Next summer holiday اجازه الصيف القادم I space an English course. انا هاخد كورس في اللغه الانجليزيه، وعندي الاختيارات am going to take و take و talk was taken. طبعا عندنا هنا الجملة اولا في الفيوتشر، عرفت كده من كلمة اسمها next summer، كمان ده فيوتشر، وعندي كمان في زي بلان او خطة، ده يخلينا اروح للاختيار اللي هو am going to take، ان كلمة going to هي دي اللي بتخلينا اختار الفيوتشر المخطط له، يبقى هي دي الاجابة الصحيحة am going to take. He never speaks Arabic. Is speaking speak speaks was speaking. طبعا he never هنا دوت ده present simple، فعشان كده هنختار speaks عشان he من singular group اللي بيجي بعدها verb plus s or es or is. My mother bought space blanket. والدتي اشترت نقط blanket اللي هي البطانية، وعندي اربع اختيارات an orange heavy pretty a pretty heavy orange a heavy orange pretty a pretty orange heavy. طبعا كنا واخدين الادجكتيف اوردر او ترتيب الصفات، وكنا بنبدا بالديسكريبشن والسايز الحجم او الوصف، بعد كده كنت بتكلم على حاجه اسمها الشيب الشكل، بعد كده بروح على الايج العمر، ثم الكالر اللون، واخر حاجه الماتيريال الماده الخام. لما هتبص في الاربع اختيارات اللي قدامك هلاقي ان اختيار بريتي ان هو ده الوحيد اللي بادئ بالوصف، غير كده مش مظبوط، يبقى الاختيار الصحيح a pretty heavy orange. يبقى كده my mother bought a pretty heavy orange blanket. والدتي اشترت بطانية جميلة وتقيلة وكمان لونها orange. سؤال بعد كده بيقول لي complete with the correct form of the words in practice. If I go to the shops. لو انا بروح للمحلات، هنا قاعدة if، وعرفت ان هنا قاعدة if type 1 الحالة الاولى، لان جاي بعد if present simple مضارع بسيط I go، يبقى اكيد الجملة التانية او الناحية التانية هيكون فيها future with will، يعني هتبقى I will spend a lot of money. لو انا بذهب للمحلات انا سوف اصرف الكثير من المال. When Hoda between practice visit Cairo she will buy a new shoe. طبعا هنا برضو قاعدة when اللي هي الحالة الاولى اللي بتساوي كلمة if، وعندي الجملة التانية will buy يبقى fresh ده زمن الفيوتشر، يبقى أكيد الجملة اللي بعد when هتبقى present simple، هحط لها اس عشان عندي singular noun هدى، يبقى الإجابة الصحيحة visits مضارع بسيط. When هدى space visit Cairo she will buy new shoe. طبعا when هدى طبعا هنا عشان لسه قايلين عشان when بيجي بعدها زمن present simple، فهتكون when هدى visits. السؤال بعد كده if you feel tired. لو انت تشعر بالتعب you space have a rest. هنا هلاحظ ان هنا الموضوع جاي كمجرد نصيحه، فلو انت بتشعر بالتعب فانت يجب ان تحصل على الراحه you should have a rest. Would you like space any tea. طبعا هنا بنعمل offer. طبعا الاوفر كنا واخدين ان كلمه سم هي اللي بتيجي، خلي بالك ده مش سؤال، هتقول لي ان في اخره كويستشن مارك او علامه الاستفهام، لا ده مش سؤال، ده بنسميه اوفر ان انا بعرض عليك بعض
الشاي يبقى would you like the عرض يبقى هستخدم معاها كلمة some. سؤال بعد كده I don't have space some free time to do my hobbies. يعني أنا ما عنديش أي وقت فاضي لأن أعمل فيه هواياتي فهنا هتبقى الإجابة إني. There is space many sugar in this coffee. طبعا هنا عندي كلمة اسمها sugar the singular noun يبقى المفروض إن أنا بقول يوجد الكثير من السكر في هذه القهوة يبقى أنا بتكلم على كلمتين ممكن يكونوا صح. عندي much اللي هي كثير بس مع singular noun وكمان ممكن إجابة تانية استخدمها وأقول a lot of بس تكون كاملة a lot of يعني كثير من برضو بتيجي مع countable وال uncountable يبقى عندي إجابتين صح much sugar أو a lot of sugar الاثنين تمام. I moved to this school last month يعني انتقلت لهذه المدرسة last month الشهر فات. So I have a little friends أنا لدي القليل من الأصدقاء. طبعا هنا friends اسم countable يعني يعد فمع العدد بقول a few friends يعني القليل من الأصدقاء ولا العدد. Children should drink space any milk to have strong bones. الأطفال يجب أن هم يشربوا A11 لكي يمتلكوا عظام قوية. طبعا كلمة milk singular noun يبقى هقول much milk الكثير من اللبن عشان كلمة milk اسم مفرد يبقى much هي اللي تيجي معها. My father likes space a lot sugar in his tea not much ليس الكثير يعني هو بيحب القليل وليس الكثير القليل من السكر يعني a little. مستر طب ليه ما قلناش a few قلنا لان هنا sugar uncountable noun يعني لا يعد ما ينفعش احط معاه كلمة a few فهنا هحط a little. Do you know space ride this bike. طبعا do you know او no اولا من ضمن الطرق اللي انا بعبر بيها عن الابيليتي مع كان وكمان ام وايز وار ايبل تو لكن no ليها شرط ان هي لازم يجي وراها هاو تو ويجي وراها الفعل في المصدر يبقى do you know مش رايد do you know how to ride عشان تبقى القاعده كامله يبقى no اللي هي يعرف كيف ان يبقى no how to ride هي الاجابه الصحيحه. She is able space tidy her bedroom alone يعني هي قادرة على ان هي ترتب غرفتها لوحدها. able بيجي وراها تو الفيرب انفينيتيف يعني هتبقى الاجابة تو tidy. Space could you write a long paragraph ولما جاوب عليه رد عليه بقال له yes you can. طبعا انا هنا اقدر اجيبها من الاجابة ان هي بيقول لي yes I can يبقى انا اكيد سألته فوق بنفس الهيلبنج فيرب يبقى هقول له can you write a long paragraph هل تستطيع كتابة باراجراف طويل قال له yes I can. Can you give me space those book I can't get it مش هقدر احصل عليه. طبعا البوك هنا اسم مفرد فممكن استخدم له الضمير that. Space this are dad's shoes هل هذه تكون او ديت بتكون حذاء والدي. طبعا عندي بتكلم على كلمة اسمها shoes بعملها معاملة البلولر noun او الاسم الجمع يبقى عايز اسم اشارة بيدل على جمع يبقى الاجابة الصح هتبقى these. This هي اللي جمع ممكن على فكرة في إجابة أخرى أنا أقول this لو هي بعيدة عني اللي تنصح this أو this. The traffic is slow يعني حركة المرور بطيئة شوية. We space be late يعني ربما أو ممكن اللي احنا نتأخر. We are going to be late يعني احنا هنتأخر. طب ليه استخدمنا going ما استخدمناش will لأن أنا هنا عندي دليل الدليل هنا اللي هو the traffic is slow. He intends to buy a new laptop. He space buy it. هو ناوي يشتري لابتوب جديد وبعد كده بيقول لي هو سوف يشتريه. طبعا انا عندي هنا زمن فيوتشر في المستقبل وعندي كمان كلمه اسمها انتنس. انتنس اولاد كانت من ضمن الكلمات اللي بتدل على جوينج تو للتعبير عن الفيوتشر مع بلان وديسايد. اول لما اشوف انتنس او بلان او ديسايد على طول هروح على الشكل بتاع جوينج تو يبقى الاجابه الصح عشان اخد درجه كامله وما انقص از جوينج تو باي. Laura space play tennis at 4 o'clock tomorrow يعني الساعة 4 غدا وهنا طالما حدد لي وقت يبقى انا بستخدم زمن الـ present continuous اللي بيشير الى المستقبل اللي هي هتكون is playing. It's a space plastic long striped snake. طيب هنا برضو في سؤال ترتيب الصفات انا عايز الاول حاجة اشوف الشيب يبقى long striped plastic long striped بلاستيك وممكن اقولها striped long plastic اللي كان صح ما عندي الديسكريبشن او السايز نفس الترتيب اول حاجه فابدا ممكن ابدا بسترايب صح ممكن ابدا بلونج برضو صح
سواء سترايب لونج بلاستيك او لونج سترايب بلاستيك الاثنين صح. When I was 3 years old لما كان عندي 3 سنين I didn't use to space went to school. هنا طبعا used to be جوه رفع في المصدر فهيكون الاجابه جو. Shall I brought some cakes or fruits. طبعا هنا انا بعمل اقتراح باستخدام كلمه اسمها shall. تعرفين كلنا ان كلمة shall من ضمن طرق عمل الاقتراح وطبعا بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى الاجابة الصحيحة تبقى bring المصدر او الانفينيتيف بتاع كلمة اسمها brought اللي هو يحضر. هنا تدريب على الامتحان على شكل الامتحان اللي هيجي لك بإذن الله. اول سؤال بيكون عندك بيكون listen. طبعا اولاد لازم حد هيقرأ لك listen عشان نختاره مع بعض نشوف بعد كده بس الامتحان وبعد كده نشوف listen دوت. بعد كده بيروح على الديالوج طبعا ده بيكون تاني سؤال بيقول لي تامر is asking كمال about his holiday وبيقول له where did you spend your holiday رد عليه سأله سؤال كمان قال له because I like the weather in مطروح بحب الطقس في مطروح سأله سؤال كمان قال له I came back on Saturday رجعت يوم السبت سأله بيقول له did you take photos جاوب عليه سأله كمان قال له can I come with you next time هنبدأ بعد كده نشوف الحل هيبقى بتاعي ايه. من خلال قرايتي للديالوج عرفت ان هم راحوا مطروح فاكيد السؤال الاولاني هيبقى where did you spend your holiday هقول له ان مطروح في مطروح بعد كده هو بيسال سؤال فبيقول له because I like the weather in مطروح لان انا بحب الطقس في مطروح فهيساله هنا بواي احنا عارفين لما بنجاوب because بنسال بواي ممكن اكتب اجابه كامله وممكن اكتبها مختصره بكلمه واي بعد كده ساله سؤال ثاني مرد عليه قال له I came back on Saturday يعني انا رجعت في يوم السبت فهنا عايز ابدا اكون سؤال وتكوين السؤال هنا متى يعني وين بعد اداه الاستفهام بحط هيلبنج فيرب فعل مساعد هدور على الاجابه اللي عندي على فعل المساعد هلاقيها في زمن الماضي يبقى الفعل المساعد بتاعي ديد يبقى وين ديد الفاعل يو هرجع بقى الفيرب عندي في المصدر يبقى وين ديد يو كم باك ديد يو تيك فوتوز شور او يس اي ديد كان اي كم ويز يو نيكست تايم ممكن اجي معاك المره الجايه شور مفيش مشكله خالص. السؤال بعد كده بيقول لي read the following then answer the question يعني اقرا القطعه اللي قدامك وبعد كده جاوب على الاسئله نقراها بشكل سريع شويه. Healthy food is really important for everyone. It helps us grow well and gives us energy. If you want to be healthy, you should eat all types of food. We need to drink much water every day. Dairy products like milk and cheese are healthy. They give us calcium. Helps us to have strong bones. Meat, cheese, and nuts have protein in them. We need protein to have a strong body. Fruits and nuts are healthy snacks. People need to eat fresh vegetables and fruit every day. Doing a sport is so important too. Bad habits of having unhealthy food are the main reason for health nowadays. فأول سؤال بيقول لي the underlined word reason means تعني ايه؟ عايزين ندور في الأول بس على كلمة reason اللي هي تحتها خط هتلاقيها في السطر الأخير خالص هنقرأ جملة من أولها bad habits of having unhealthy food الطعام سيء are the main reason يعني هو السبب الرئيسي for healthy الأسباب الصحية nowadays هذه الأيام فكلمة reason هنا معناها cause معناها يسبب. Milk and cheese are space products طبعا من خلال القطع واصلا من غير القطع ممكن السؤال يجيني choose منفرد طبعا ده dairy products اللي هو الاختيار رقم C منتجات الالبان دي اللي هي امثلة الجبنة واللبن. We should eat all types of food يعني يجب ان نأكل جميع انواع الاطعمة او انواع الطعام to be healthy عشان نحافظ طبعا على صحتنا. Answer بيقول لي what is the main idea of the best طبعا ده اولاد بيبقى سؤال مفتوح شويه ممكن يتحمل كذا اجابه طبعا انا ممكن اقول له how to be healthy ممكن اقول له healthy food is important ممكن اقول له healthy food ممكن اقول له how اي اجابه من ديت مقبوله طالما بتدي الفكره الرئيسيه والمعنى الرئيسي للقطع. What does the underlined word they refer to هيبقى الديري برودكتس هنرجع على القطعه هنشوف كلمه زي موجوده هنا بمعنى الديري برودكتس اللي هي منتجات الالبان. Why do you think we need protein؟ ليه محتاجين او في رايك كده ليه محتاجين البروتين؟ طبعا الجمله او جت السؤال جت في القطعه طبعا to have strong body ممكن اقول له to have strong bones ممكن اقول له to be healthy كل الاجابات ديت صح.
to have strong body او a strong body او to be healthy او to have strong bones. كل ديت اجابات انا بعتبرها صح. She handed me يعني هي سلمتني one space so I could listen to قدرت اسمع ايضا. طبعا هنا الاجابة هيدفون. رقم اتنين we space with our noses بانفنا طبعا ممكن نشم بالانف اللي هي smell. The things الاشياء that happen in the film are called actions. Women wear السيدات بتلبس not on their ears على اذنيهم earrings الحلق. You don't need to pay for this pen. مش محتاج ومش لازم تدفع من اجل هذا القلم. اكيد القلم دوت مجاني او ببلاش يبقى هقول له it's free ببلاش. Can you not customs طبعا قلنا can you يبقى يجي معاها اللي هو يخيط يبقى so. Space means to change words into a different language. ايه دي الكلمة اللي معناها ان انا اغير الكلمات من لغة او الى لغة مختلفة. طبعا the verb translate يعني يترجم. Number 8 بيقول لي when it's hot لما الجو بيكون حر you should space much water. طبعا بعد should الفعل بيجي infinitive من غير اي اضافات يبقى هقول له drink. السؤال التاسع would you like space coffee. طبعا هنا في العرض زي ما احنا قايلين من شويه الاوفر بنختار سم يبقى would you like some coffee. I don't know بيجي وراها how to والverb infinitive يبقى هتبقى هنا الاجابه how to. السؤال بعد كده complete with the correct form. Don't space putting too much salt in the soup. الجمله دي جمله امريه. Don't بيجي بعدها الverb infinitive هيكون الاجابه don't put لا تضع. Is you able to write scripts. هو بالفعل able to بيجي قبلها am او is او or ولكن عشان انا عندي هنا السبجكت بتاع you فهنا الاجابه هتكون or. It is space green pretty dress. هنعكس طبعا هتبقى pretty green dress. We are going to traveling going to will وكل القواعد دي بيجي وراها الverb infinitive فهتكون هنا الاجابه travel. السؤال الثالث بيقول لي write a paragraph of about 90 words on online shopping. طبعا الباراجراف اولاد سؤال مفتوح ممكن يجيب لي باراجراف او موضوع عن اي حاجه موجوده عندي في المنهج او من بره. هنا الباراجراف بيتكلم عن اونلاين شوبينج بيقول لي a lot of people shop online today. ناس كتيره بتتسوق عبر الانترنت هذه الايام. بيقول لي كمان shopping online has and good and bad sides. لديه الكثير من الجوانب الإيجابية والسلبية. Shopping online saves time. تسوق عبر الإنترنت بيوفر الوقت. You can stay at home and buy anything. تقدر تقعد في البيت وتشتري أي شيء. There are many choices online. قدامك اختيارات كتيرة ويوجد الكثير من الاختيارات عبر الإنترنت. When we shop online there are fewer cars on the streets. لما بنتسوق عبر الإنترنت بيكون في عربيات اقل طبعا في الشوارع. This means less pollution وده معناه القليل من التلوث. However some people don't like online shopping. وعلى الرغم من ذلك او مع ذلك في ناس او بعض الناس ما بيفضلوش ما بيحبوش التسوق عبر الانترنت. ليه بقى؟ ليهم اسبابهم اكيد. بيقول لي they don't like wasting time waiting for delivery. ما بيحبوش تضييع او اهدار الوقت في انتظار التوصيل. كمان بيقول لي they prefer things before buying them. يعني بيحاول ان هم يشوفوا يجربوا الحاجة قبل ما يشتروها. كمان بيقول لي sometimes the things you buy is wrong or broken. احيانا الاشياء بتكون مكسورة او خاطئة. I like shopping online sometimes. انا عن نفسي بحب التسوق عبر الانترنت في بعض الاحيان. But I think if all people shop online لو كل الناس تسوقت عبر الانترنت the shops will close المحلات سوف تقفل او تغلق. اخر جملة بيقول لي some business like cafes and restaurants will close to. بعض الاعمال مثل الكافيهات والمطاعم سوف تقفل. نرجو ان نكون قد اسعدناكم وبالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.